اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه نصحبكم معنا الى مناره سوهاج، الى حاضر سوهاج ومستقبل سوهاج، الى جامعه سوهاج. معنا في هذا اللقاء الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا وسهلا بك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بقناتنا الجميلة لؤلؤة الجنوب قناة طيبة اللي دايما بتشاركنا على أرض جامعة سوهاج في كل مناسباتنا السعيدة على أرض الجامعة. سعادة الرئيس، يمكن تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بتتحقق بكل أنشطة جامعة سوهاج على أرض الواقع في محافظة سوهاج، من مشاركة مجتمعية، من إضافة أقسام وبرامج مختلفة في كافة الكليات سنويا، وهذا ما يتيح الكثير من النواحي الخاصة بإعداد أبنائنا الطلاب وإعداد الخريجين في كافة المجالات لخدمة المجتمع في سوهاج. حدثنا عن ما هو الجديد في جامعة سوهاج في هذه الفترة والذي تود أن تبشر به أهالي محافظة سوهاج. الحقيقة كلام حضرتك أنا هاخد من طرف الحديث وهقول الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بتعمل على إعداد الخريجين بتسليحهم بمجموعة من المعارف والمهارات من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي التي تؤدي إلى تخريج خريج يتسق مع متطلبات الألفية الثالثة واحتياجات سوق العمل، سواء احتياجات سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو العالمي. والحقيقة يعني خليني أخذ مما ذكره فخامة الرئيس السيسي منذ عدة أسابيع لما قال إن احنا أعلننا على إحدى الوظائف وتقدم لها العديد من الأفراد، يمكن مئات الأفراد تقدموا لهذه الوظيفة، ولكن من وقع عليهم الاختيار كانوا يمكن يعدوا على أصابع اليد نظرا لأن المتقدمين لم يكونوا متسلحين بمتطلبات هذه الوظيفة. ده اللي دايما بنوجه ليه دلوقتي وناخد من كلام فخامة الرئيس إن احنا البرامج التعليمية في التعليم العالي أمام معركة بقاء، وده اللي يجب ان احنا نحطه في اعتبارنا خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، ان احنا يجب ان احنا ننظر لسوق العمل ونشوف المتاح في سوق العمل من وظائف حالية ومجموعة الوظائف المستقبلية اللي بيحلو لي ان اسميها الوظائف البازغة. الحقيقة كثير من الوظائف اللي بدأت تظهر في سوق العمل سواء كان المحلي او الاقليمي او العالمي لم تكن موجودة ولم تكن لها اي اصل في الماضي. ايضا كثير من الوظائف اللي تعودنا دائما عليها في الماضي بدأت تندثر وتختفي من سوق العمل، وستزيد في المرحلة القادمة سيزيد اختفائها واندثارها تماما من سوق العمل. ده بيلقي علينا كمؤسسات تعليم عالي وبالذات الجامعات الحكومية بأعباء كبيرة جدا ان احنا نطور برامجنا القائمة ونستحدث الجديد منها لكي تكون برامج تحتوي على مقررات دراسية تكسب ابناء مع ما هو متاح وما هو بازغ وما هو متنبأ ببزوغه في المرحلة القادمة من وظائف في ظل الألفية الثالثة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة. لا، هناك كثير من الوظائف التي بدأت تظهر اللي ما عادش كانتش لبرامجنا مؤهلة لتخريج الخريجين لهذه الوظائف. ده معركة بقائنا في التعليم العالي، ان احنا كلياتنا التقليدية برامجنا التقليدية، يمكن بعض البرامج في جامعة سوهاج اتوضعت مع تاريخ انشاء بعض الكليات في سنة 1971 و72 و73 و74 و75، بعض الكليات وصل عمرها ال50 عام دلوقتي، بعض البرامج التقليديه التي تقدم في هذه الكليات وصل عمرها لنصف قرن من الزمان، بكل تاكيد مع التطور المتلاحق لكل المعارف والمهارات في العالم كله، مع التطور المتلاحق للمهارات المطلوبه للوظائف المتاحه، واجب علينا ان احنا نطور هذه البرامج لكي تكون يعني مخرجات التعلم
مستهدفة من هذه البرامج أو نواتج التعلم مستهدفة من هذه البرامج ونسلح به الطلاب من خلال المقررات الدراسية المكونة لهذه البرامج تكسبهم المهارات الجديدة اللي احنا عايزينها في سوق العمل. وده يعني أعتقد معركة بقاء بالنسبة لكلياتنا ومؤسساتنا التعليمية. والحقيقة جامعة سوهاج عملت على هذا الأمر خلال السنتين الأخيرتين، استحدثنا مجموعة من البرامج التعليمية الحديثة وسميناها حتى برامج حديثة بمصروفات دراسية أكثر كلفة من البرامج التقليدية اللي هي من خلال التعليم المجاني المتاح لنا منذ إنشاء الجامعة. استحدثنا حاليا حوالي 28 برنامج في كل كليات الجامعة، ما بين كلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية التكنولوجيا والتعليم وكلية التربية وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. الحقيقة البرامج الجديدة حتى لو كانت أكثر كلفة للطالب، وجدنا ظاهرة أن الطلاب في صراع شديد جدا على الالتحاق بهذه البرامج المستحدثة وعزوف عن البرامج التقليدية التي اعتدنا الجامعة. ويمكن ده لما يتطلبه سوق العمل من احتياج لهذه التخصصات وهذه البرامج. الطالب المصري في ظل السماوات المفتوحة وعصر الفضائيات أصبح لديه وعي كامل وشامل بما هو متاح له من برامج وما يمكن أن تسلحه به هذه البرامج من معارف ومهارات. فأصبح الطالب المصري اللي جاي من الثانوية العامة دلوقتي أو من التعليم قبل الجامعي بصفة عامة عارف تماما خريطة الطريق بالنسبة له، عارف ايه هو الطريق اللي هيسلكه علشان يحصل على شهادة جامعية، وبالتالي بمعرفته دي بيستطيع ان هو يعرف يختار ايه وما يختارش ايه. عشان كده انا بقول ووجهت الكلام ده النهاردة في مجلس الجامعة للسادة عمداء الكليات، قلت لهم وجب علينا ان احنا نعمل على تطوير برامجنا علشان هنيجي يوما ما هنلاقي البرامج التقليدية القديمة التي لا تؤهل للوظائف المتاحة في سوق العمل هنجد الملتحقين بها من طلاب المرحلة الجامعية هيبقى صفر، لأن الطلبة في عزوف عن الالتحاق بهذه البرامج التقليدية. وعشان كده البرامج الحديثة في إقبال شديد جدا على الالتحاق بها. ويمكن أنا قلت في مجلس الجامعة في مثل هذا الأيام من العام المنصرم، قلت آخر سنة هحط سقف للالتحاق بالبرامج الحديثة في داخل الكليات، لأن حق من حقوق الإنسان لكل طالب جامعي أن يختار مسار حياته ويختار البرنامج الذي يرغب الالتحاق به ما دام مجموعه في الثانوية العامة قد أهله للالتحاق بهذه الكلية التي تقدم هذه البرامج. يبقى حقه الأصيل أنه يلتحق بالبرنامج اللي هو يرغب فيه ويعزف عما لا يرغب في الالتحاق به. إحنا بقى مهمنا أن نطور من برامجنا التقليدية ونكسبها بعد آخر ونديها محتوى يسلح خريجي هذه البرامج بمجموعة من المعارف والمهارات التي يستطيع البرنامج أن يكون جاذبا للطلاب للالتحاق به. دي معركتنا في الجامعة اللي بنشتغل عليها دلوقتي، كيف نحدث البرامج القادمة، كيف نستحدث برامج حديثة، وخاصة البرامج المستحدثة النهاردة في مجلس الجامعة وجهنا أنها تبقى برامج كمان أكثر قوة من البرامج التقليدية التي تقدمها كلية واحدة بما يسمى بمنظومة البرامج البينية. وقلنا يعني القوة بقى أن يبقى البرنامج مقدم من أكثر من قسم داخل الكلية أو من أكثر من قسم بين كليتين مختلفتين أو من أكثر من قسم داخل كليتين مختلفتين إحداهما من داخل الجامعة والأخرى من جامعة أخرى قد تكون مجاورة لينا أو بعيدة عننا في داخل القطر المصري. الأعلى من كده وكده وكله ده إن احنا نعمل شراكات واتفاقيات مع جامعات دولية من خارج القطر المصري ونقدم برامج بنسميها joint programs أو برامج تشاركية أو برامج بينية تبقى مشتركة بين جامعتنا جامعة سوهاج وبين جامعات نظيرة من خارج البلاد. ولما نعمل كده نخلي قبلتنا بقى التي نحج إليها ونطلب الشراكات معها هي الجامعات العالمية المتقدمة ذات التصنيف العالي، وبالتالي ندي قوة أكتر لبرامجنا المستحدثة.
يعني ويعظم من دور البحث العلمي في الاستفادة من خبرات الآخرين بشكل مباشر، وتطبيق هذه الأبحاث بما وصلت إليه من نتائج في كافة المجالات الموجودة، سواء في مجال الزراعة، في مجال الطب، في مجال الصيدلة، في مجال كافة التخصصات الموجودة داخل الجامعة. لا ده انا خليني يعني اخد برضه من طرف حديث حضرتك واقول اللي اعلى من كده بقى، ان وزاره التعليم العالي قامت بتعديل تشريعي في مجال البحث العلمي في سنه 2018 باصدار قانون حوافز الابتكار اللي صدر في 2018، وصدرت اللائحه التنفيذيه بتاعته في 2019. والحقيقه القانون ده بيمنح ويتيح للجامعات المصريه الاستفاده من نواتج البحث العلمي بتسويقها للمجتمع المحيط من خلال انشاء شراكات بين الجامعات وبين شركات قائمة خارج الجامعة، أو حتى إنشاء شركات داخل الجامعة قادرة على تسويق مخرجات البحث العلمي للمجتمع المحيط، وربط البحث العلمي بالصناعة، ربط البحث العلمي بالزراعة، ربط البحث العلمي بالتعدين، ربط البحث العلمي بالري، ربط البحث العلمي بالتغيرات المناخية، ربط البحث العلمي بكافة مناحي الحياة في الإقليم اللي موجودة فيه، وخاصة في الجامعات الإقليمية. يمكن ده اللي حدا بينا إن احنا نستفيد من هذا القانون فورا، وخدنا قرار من مجلس الجامعة بإنشاء ما أسميناه وادي التكنولوجيا. هذا الوادي من خلاله نستطيع إن احنا نسوق نواتج البحث العلمي. هي داخل هذا الوادي اللي شكلنا له مجلس اداره برئاسه رئيس الجامعه وعضويه نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعملنا له مدير تنفيذي من احد اساتذه كليه العلوم، وعملنا اربع قطاعات داخل وادي التكنولوجيا. قطاع مختص بالعلوم الاساسيه، وده بيشمل كليه العلوم وكليه الزراعه واقسام العلوم الاساسيه في كليات الطب والصيدله. ايضا القطاع الثاني مختص بالعلوم التطبيقيه، وده ناخد فيه كليه الطب في الاقسام التطبيقيه العلميه التطبيقيه، وكلية الصيدلة وكلية العلوم في الأقسام التطبيقية. ثم قطاع العلوم التكنولوجية الهندسية، وده في كلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التكنولوجيا والتعليم وما يستحدث من ذات الكليات في ذات التخصص. والقطاع الرابع قطاع العلوم الإنسانية، وده في 8 كليات اللي بتندرج تحت العلوم الإنسانية داخل جامعتنا: كلية التربية والتربية النوعية، والتربية الرياضية والآداب، والألسن والآثار، والتجارة والحقوق. 8 كليات دول هم اللي بنسميهم علوم إنسانية أو إنسانيات. الحقيقه الاربع قطاعات دول هيبقى كل قطاع منوط ان يعمل قاعده بيانات لكل ابحاث القطاع الناتجه من طلاب الدراسات العليا والبحوث، سواء كان طلاب ماجستير او طلاب دكتوراه، او ابحاث بتسجل وتنشر لغرض تقييد اعضاء التدريس بعد الحصول على الدكتوراه. كل ده هنعمل له قاعده بيانات كل قطاع على حده، ويقوم كل قطاع بصبغ غور هذه الابحاث واستخراج النتائج التطبيقيه من الابحاث، ونشوف بقى النتائج دي توجه للصناعه، دي توجه للزراعه، دي توجه للري، دي توجه للتغيرات المناخيه. وفي دور استعدادنا جميعا اليوم لاستقبال كوب 27 اللي هينعقد يوم 7 نوفمبر القادم. الحقيقه ده حدث عالمي يجب جميعا ان احنا نتسلح ليه ونستقبله ونعد العده. فكان واجب علينا ان احنا نضع مرتكزات لينا، احدها الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه، والمرتكز الثاني رؤيه مصر 2030، المرتكز الثالث الخطه الاستراتيجيه لوزاره التعليم العالي، ومن ده كله بنحط استراتيجيه سوهاج للتغيرات المناخيه. بنستخدم عشان نحط استراتيجيه سوهاج نواتج البحث العلمي اللي نتجت داخل الجامعه، وده اللي خلانا ان احنا نحدد مين هم علماء الجامعه اللي شغالين في التغيرات المناخيه والبيئيه، ونحدد ايه الرسائل العلميه اللي اتنشرت في التغيرات المناخيه والبيئيه، ايه الابحاث اللي اتنشرت في مجلات سواء محليه او اقليميه او عالميه في التغيرات المناخيه والبيئيه. طيب ايه ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات اللي عملناها في طب احنا ممكن نعمل ايه في التغيرات المناخيه في خلال الفتره القادمه؟ اللي احنا الاستراتيجيه هتحط 2050، هنقسمها قود العقد الاول المفروض من 20 ل 30، هم احنا دلوقتي في 22، فهناخد الثمان سنين من 22 ل 30 ده عقد لوحده، وبعدين من 31 ل 40، وبعدين من 41 ل 50. وهنقول سوهاج ايه خطتنا بقى فيها الاستراتيجيه لسوهاج للتغيرات المناخيه، كيف نتكيف مع التغيرات المناخيه في سوهاج، كيف نقي الشعب السوهاجي بكل فئاته وطبقاته، سواء كانت زراعيين او في الري او في الصناعه او في الاثار او في كل المناحي السوهاجيه، كيف نقيهم من التغيرات المناخيه. فنقلب التغيرات المناخيه من نقمه الى منحه، او من نقمه الى محنه الى منحه. هذه هي فحوى وضع استراتيجيه سوهاج. وقريبا ان شاء الله احنا بنعقد كل اسبوع ورشه عمل عشان نستكمل من خلال فرق العمل اللي اتشكلت من داخل الجامعه علماء ومن منظمات المجتمع المدني، سواء منظمات مجتمع مدني اهليه او مؤسسات حكوميه برعايه معالي الوزير المحافظ، كل وكلاء الوزارات المعنيين بنجتمع مع بعض علشان نحط استراتيجيه سوهاج للتغيرات المناخيه. ده
فيها تطبيق للبحث العلمي الموضوع ده. فاحنا بنبص لجامعه الشرق على انها قاطره التنميه في اي اقليم. نعم. المفروض عليها ان هي تقوم بتنميه هذا الاقليم المحيط من خلال تسويق وربط البحث العلمي المنتج داخل جامعه سوهاج باقليم سوهاج المحيط بينا ان شاء الله. نعم. مصطفى، يعني ده بيشدنا لجهود الجامعة في إنشاء عدد من المراكز الخاصة بضمان الجودة، بالبحوث الزراعية، بالاستشارات الهندسية، بمركز الحرف اليدوية. كل هذه المراكز بتصب في تنمية الإنسان داخل جامعة سوهاج، ومشاركة مجتمعية أيضا بأن يكون هناك يعني جنبا إلى جنب إلى دور الدراسة الأكاديمية الخاصة بالطالب داخل جامعة سوهاج. برضو خليني أخذ من طرف الخطة حضرتك، أنت بتقول بجانب الدراسه، الدراسه فعلا وتطوير البرامج اللي تحدثنا عنها مهتمه بالطالب اللي موجود في الجامعه. طب وماذا عن الخريج؟ الخريج اللي تخرج من الجامعه ولم نستطع ان نجعله في بوتقه البرامج الجديده والمقررات الجديده التي نقوم على تطويرها حاليا، هو تخرج وخلاص وخد الدرجه الجامعيه. هل نقف عند هذا الحد؟ لا، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. كان وجب علينا ان احنا ننشئ مجموعه من المراكز والوحدات التدريبيه داخل جامعه سوهاج عشان نعظم من فكر رياده الاعمال. وفكر رياده الاعمال يعني انا استقطب الخريجين اللي تخرجوا من الجامعه واخذهم كفئه مستهدفه واعرضهم بمجموعه من البرامج الجديدة والمتجددة والحديثة والتي تخدم سوق العمل لرفع كفاءة سواء منهم القائمين بوظائف بالفعل عشان يؤدوا بكفاءة أعلى وكلفة أقل، أو اللي ما التحقش بوظيفة بالفعل لا ده أنا بكسبه مهارات تجعله مستهدف بالوظائف اللي يعلن عنها في المجتمع المحلي والإقليمي. فالحقيقة ده جاي من خلال إقامة مجموعة من الوحدات ذات الطابع الخاص التي تستطيع من داخلها أن تحتضن مراكز تدريبية قائمة على توصيل هذه المهارات والمعارف للخريجين الفعليين في سوق العمل. بس كان لازم ان احنا نقفل الدائره، لان احنا تعودنا كتير في السنوات الماضيه ان احنا نجرب من اجل التدريب، يعني ده بياخد دوره تدريبيه وبيعلق الشهاده على الحيطه وما بتخدموش في حاجه. لا، احنا دلوقتي عايزين بقى ايه؟ نبقى اكثر عمقا في التدريب بتاعنا، فندرب من اجل التوظيف. طب كيف يكون ذلك؟ الاول حاجه اشوف ادرس المجتمع المحيط، اشوف ايه الوظائف المتاحه فيه؟ وايه المهارات اللي مطلوبه للالتحاق بهذه الوظائف؟ في ضوء تحديد هذه الوظائف والمهارات المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، وأخلي الوحدات التدريبية بتاعتي المتاحة عندي تحط برامج تدريبية لإكساب الخريجين هذه المهارات ليجعلهم مستهدف بالإعلان عن هذه الوظائف يستطيعوا الالتحاق بها بسهولة. طيب وبعدين ما فيش وظائف؟ طيب أنا هدرب من أجل إكسابهم مهارات لإنشاء مشروعات يقدروا من خلالها انهم يبقوا منتجين ويبقى لهم اكل عيش في سوق المحلي. طيب خلق فرصه عمل خاصه بيه. طيب هو مشروع خاص بيه، عايز الفلوس عشان ينشئ المشروع. كان واجب عليا ان انا ادور على جهه تمويل تديله الفلوس اللي يقدر يبدا بها المشروع ده، بس تديله في المشروع اللي نضمن نجاحه من الاول. يبقى في دراسات جدوى من الجهات دي محدده ايه المشروعات اللي ممكن لو هو اكتسب مهاراتها وقدر يعمل ستارت اب بروجكت او مشروع ناشئ يقدر نضمن له ان لما يطلع منتج نلاقي له تسويق سواء في السوق المحلي او الاقليمي على اكثر تقدير. ده كان لازم نلتجئ لجهه عندها راس مال، وده اللي عملناه من خلال بروتوكول التعاون بين جامعه سوهاج وبين جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. هي الجهاز ده عنده راس مال يقدر يمد خريجينا ببعض القروض سواء بدون فايده خالص او بفايده بسيطه جدا. والحقيقه كمان هو بيبقى عامل دراسات جدوى للمجتمع والمشروعات اللي مطلوبه انها تطبق او تنشا في هذا المجتمع. فاحنا بنقفل الدائره ان احنا نجيب شبابنا نكسبهم مهارات انشاء هذا المشروع
المشروع اللي احنا عارفينه وعاملينه دراسه جدوى قبل كده، وبعد ما يكتسب المهارات بنديله دراسه الجدوى جاهزه ونقول له اتفضل ابدا مشروعك بعون او بالاستعانه بصديق من خلال جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. كده قفلنا الدايره ووفرنا فرص عمل للشباب، وده الحقيقه اللي كان لازم نعمله من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز التدريب المنشاه من داخل هذه الوحدات في جامعه سوهاج. كده احنا قفلنا دايره. الخريجين طورنا لهم البرامج وانشانا لهم برامج جديده تكسبهم مهارات تقدرهم انهم يلتحقوا بسوق العمل المتاح حاليا، واللي اتخرج قبل كده خريج بقى يبقى بندخله في دائره التدريب، التدريب الموجه، التدريب المدروس، التدريب اللي معروف نهايته ان تكسب هذا الخريج قدره على فتح مشروع يمثل له مصدر رزق، ويبقى كده اهتمينا بالطلاب واهتمينا بالخريجين وقفلنا الدائره في هذا الموضوع ان شاء الله. دكتور مصطفى، يمكن المجتمع له الكثير من الاهتمام من جامعة سوهاج، وخصوصا يعني من حضرتك من أول ما توليت قيادة الجامعة ومشروع محو الأمية والكثير من المشروعات الخاصة بالتعامل مع المجتمع السوهاجي والمساهمة في رفع الوعي لدى أبناء سوهاج بشكل خاص. الحقيقه مشروع محو الاميه ده احنا شايفينه بالنسبه لنا مشروع يعني بالنسبه لنا التزام ناحيه المجتمع المحيط بنا، والاميه في حد ذاتها ليست مشكله بسيطه لكن هي مشكله مركبه. الاميه بينتج عنها الفقر لان الامي اقل في فرص عمل الالتحاق باي وظيفه، الاميه بينتج عنها الزياده السكانيه. لو عملنا دراسه بين الاميين والمثقفين او المتعلمين هنلاقي عدد افراد المتوسط عدد افراد الاسره بين الاميين اعلى بكثير من المثقفين المتعلمين. الاميه بينتج عنها التعاطي والادمان اكثر انتشارا بين الاميين عنه وبين المتعلمين والمثقفين. الاميه بينتج عنها مشكلات الاخذ بالثار، المشكله المتوطنه في الصعيد بصفه عامه وموجوده عندنا في سوهاج بصفه خاصه. الحقيقه احنا لما جينا نتكلم عن مشروع حياه كريمه وجدنا ان محافظه سوهاج يعني سبع مراكز منها باجمال 186 قريه كانوا الاكثر احتياجا، وبالتالي شملوا في المرحله الاولى والثانيه من مشروع حياه كريمه. ده معناه ان قرى سوهاج هي محتاجه جدا. لما نتكلم عن الاميه في سوهاج بنقول ان تمثل 20% من توتال الشعب السوهاجي، اجمال الشعب السوهاجي اللي هو 5 مليون ونص، خمس امي بصفه عامه. بنتكلم على الاميه بين الطبقه المنتجه او الفئه المنتجه من الشعب اللي هم اللي تعدى سنهم 16 سنه، بنلاقيها 34.7% في الشعب السوهاجي، فدي نسب مفجعه. ده ادت الى الدراسه اللي عملها التضامن الاجتماعي في نهايه 2020 وبالتحديد في شهر 12 لما قالوا ان سوهاج بتاخد المرتبه الاولى بين محافظات الجمهوريه في تعاطي المخدرات، والمرتبه الثانيه في الكحوليات، والمرتبه الثالثه في التدخين. ده الحقيقه نسبه مفزعه واحصائيات مفزعه قضت مرجعنا كقائمين على العمل الجماعي. بالتالي حطينا خطه ان احنا لازم ان احنا نتخلص من الاميه في محافظه سوهاج، وقلنا مبادره سوهاج خاليه من الاميه 2030 اتساقا مع رؤيه مصر 2030. المبادره ليها تفاصيل كثيره وعميقه، ودخلنا في دراسات نوعيه عشان نصل كل قريه امتى نعلن ان هذه القريه خاليه من الاميه، وده خلينا في مجموعه من القرارات الحاكمه الحازمه لابنائنا الطلاب وبخاصه في الكليات العلوم الانسانيه الثمانيه اللي اشرنا ليهم. قلنا الطالب مش هيتخرج الا ما يمحو اميه اربع دارسين خلال الاربع سنوات بمعدل دارس واحد في السنه. لكن ما حطناش سقف، قلنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قلنا يعني مجموعه الحزب التحفيزيه بقى كل ما يعلى الطالب في عدد الاميين اللي استطاع ان يحررهم من الاميه كل ما ياخد حوافز اكتر، وبالتالي قلنا الطالب ممكن لاي رقم هو عايزه، وحطينا مجموعه من الحوافز. الحقيقه ده حفز ابنائنا الطلاب. انا عندي طالبه محت اميه 29 طالب في اثناء دراستها، وفي طالبه اخرى 25، وطالبه 22، وطالبه 22، وبالتالي انا قلت يعني الطالب اللي هيعدي 15 دارس في الاربع سنين انا هنستعين بيه بقى داخل الجامعه ونخليه موجود في مركز تعليم الكبار في الجامعه علشان يبقى تجربته مضيئه ويستمر معانا في تحفيز زمايله الطلاب. ده الحقيقه خلى جامعه سوهاج تقفز قفزات كبيره جدا في موضوع محو الأمية. حقيقة الجامعة في الأول خالص كانت أرقامها ضئيلة وهزيلة. في الفترة من 2015 إلى 2019 ترتيب الجامعة كانت 27 من 27 جامعة، وعدد الدارسين اللي محيت أميتهم في خمس سنين 98 دارس بمعدل 19 دارس في السنة، رقم هزيل جدا في بمناسبة الأرقام اللي هو 1,200,000 أمي في سوهاج. لما جينا اتكلمنا في سنة 20 يمكن في سنة 20 وصلنا في السنة كلها إلى 201 دارس، برضه رقم هزيل حتى لو كان تحرك شوية.
لكن هزيل. في سنة 21 بقى كانت هناك بقى وقفة حازمة، لأن احنا خدنا قرارات في نوفمبر 20 في مجلس الجامعة وألزمنا أبنائنا الطلاب. الحقيقة كان نتيجتها إن جامعة فرج تحركت قفزات في سنة 2021 أول مرة في سنة في شهر يوليو 2021 حققت في دور يوليو بس 2800 دارس معهد أمنيتهم في دور واحد. ده خلانا نزيد طموحنا أكتر، خلانا في أكتوبر حققنا 6662 دارس في دور أكتوبر 21. في دور يناير 2022 قفزت الجامعة إلى 11208 دارس في مرة واحدة معهد أمنيتهم في دور يناير، وخلتها في المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية. في دور أبريل اللي فات ده أبريل 2022 الجامعة حققت ولأول مرة تصل لهذا الرقم 19254 دارس في دور واحد. لقاءنا بنشكر حضرتكم جزيلا رئيس جامعة سوهاج، مزيد من التقدم، مزيد من النشاط الذي يخدم كل أبناء محافظة سوهاج وبل كل أبناء جنوب الصعيد. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر حضرتك وبشكر قناتنا الجميلة وبشكر زميلنا اللي خلف الكاميرا اللي دايما بيشاركونا في كل المناسبات، وأهلا وسهلا بكم على أرض جامعة سوهاج. أعزائي المشاهدين، وكما شاهدتم معنا كل هذا النشاط، كل هذا الإخلاص من أجل خدمة أبناء سوهاج، من أجل استكمال منظومة ومسيرة العطاء المستمر لجامعة سوهاج. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.